تماما ويحافظون خلص. اللي هو بقى هيحافظ على كل شيء بقى. طب صلاة الفجر نعم. واحد وهو نايم اهو بيصحى من النوم ده يعني بيبقى انجاز انه صحي، معلش بيبقى انجاز ان هو صحي وصلى، بس بيبقى نايم يعني ساعات مش بيبقى التركيز العظيم ده. ساعات طبعا بنبلغ هذا التركيز وساعات لا. طيب ايه بقى ده، حفاظ ولا ده مش حفاظ؟ حفاظ. طيب جميل. لان اهل العلم قالوا الذكر مع عدم الحضور اولى من عدم الذكر على الدوام. يعني ايه؟ يعني واحد يقول لي انا ببقى قاعد قدام التلفزيون اقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر، بس قلبي مش حاضر، اقول له خليك زمان كمل. لان الذكر ودوامه هيجيب حضور صح وهيجيب خشوع خلاص. طيب هو وصل ان هو يصل لمرحله الفجر ده في خير طبعا. النهارده فقد التركيز معلش. بكره هيبقى معاه تركيز. النهارده فقد الخشوع بكرة يبقى عنده خشوع. الراجل ده جاهد جهاد انت مش واخده بالك منه. هو مصهرش. طيب لا اسألك كم سؤال كده. طب لحظة. هو مصهرش. لا ده رفض التكييف ورفض اللحاف، ولذلك شوفي ربنا عن ايه، شوفي تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جزاؤهم ايه عندك؟ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ها هل تنتفي صفة الحفاظ على الصلاة مع كثرة النسيان؟ لا، ولكن كثرة النسيان تحتاج إلى خشوع. خلي بالك نتغلب على كثرة النسيان. في فرق النسيان والسهو في الصلاة. ما هو السهو، السهو ده عدم حضور قلب، عدم حضور عقل. هو بيبقى حاضر في الأول وبعدين أجي في الآخر. جهاد وجاهدهم به جهادا كبيرا. يعني ببقى بادئه ما هو ده هركز. ما هو ده وبعدين اجي في لا. في الركعه الاخيره. شوفي شوفي ابو حنيفه الله يرضى عن ابو حنيفه، واحد ضاع منه حاجه فرح لابو حنيفه قال له ابو حنيفه ضاع مني، قال له اشرع في ركعتين. فالشيطان قال له لا 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 الحاجه انت حاططها في الحته الفلانيه. فالراجل ساب الصلاه من فرحته وراح خدها، فراح لابو حنيفه قال علمت انه لم يكن ليتركك تتم الركعتين. فأصلا ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا في الصلاة ابتلاء غريب شويتين. خلي بالك ان في شيطان مخصوص للصلاة اسمه خنزب بيجي على طول. اسمه ايه؟ طب نعمل ايه؟ اسمه ايه؟ خنزب. بس احنا بنبدأ ده مهمته يخرجك من الصلاة. احنا بنبدأ الصلاة بأعوذ بالله. ما انا بقول لك اهو ده مهمته اصلا. طب ما انا بقول ما هو ما هو ده مهمته. وبيقعد يستناكي جوه الصلاة، قاعد في الصلاة علشان يقول لك الواد والبيت والفلوس والقناة والمرتب، هو ده مهمته. ولذلك من رحمة الرحمن ان قال الذين هم في صلاتهم كنا دخلنا النار. والله العظيم لو في زي كده كنا دخلنا النار. في صلاتهم كنا دخلنا النار بطيار. عن صلاتهم مش في صلاتهم. الذين هم في صلاتهم عن صلاتهم ايه مالهم؟ ساهون عن مش في. صح النوم يا ست دعاء نورتينا شويه. اتلخبط. عن لو قال في دخلنا جهنم. أيوة كله. ايوه ويجي الحبيب الرحمة المهداة يرفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. بس محتاجين نجاهد خلاص. يبقى نسيب الروتين. هنسيب الروتين خلاص ماشي. لازم نجيب آية جديدة وصورة جديدة. ما هو ماشي. هو ان انا ادور على صورة جديدة هيخليني مركزة ان انا اقولها. الله. صح. بعد كده الروتين هو اللي بيخلينا ننسى. الله. ركعنا في حاجة اسمها سبحان ربي العظيم ثلاث مرات بسكون. سبحان ربي العظيم. مش سوسو سوسو ما اعرفش السوسو مين ولا صوصو. ما انت اللي بتسمع الناس اللي جنبك بس. هم لا ده انا بسمع حاجات غريبه. ما هم بيقولوا سبحان ربي العظيم بس السين هي اللي باينه. هو لازم يخشع بيه. وبعدين الامام الراجل قال لي ايه؟ هو انتوا بتقولوا ايه؟ مش هي تسبيحه وخلصنا؟ لا يا عم الحاج، احنا بعد سبحان ربي العظيم بنقول سبوح قدوس رب الملائكه والروح.